السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة صحف تحقيقات، شكر جدا على تعليقاتكم، والله اللي في إمكاني أرد عليه برد على الجميع. في حاجات الناس بتختلط عليها وبيفضلوا يتساءلوا عليها، وأنا قايلها في الحلقات اللي بنزلها، أتمنى تشوفوها للآخر، وأي حاجة بتبقى مش عارفينها إن شاء الله هنقدر نرد عليكم فيها بإذن الله. النهاردة الموضوع بتاعنا عن إحلال وتجديد السيارات. الدولة أعلنت إن هيحصل إحلال وتجديد سيارات في حوالي 7 محافظات. ال7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية واسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد. بيتم الإحلال إزاي والشروط اللي يجب توفرها في المقدم عشان يستلم السيارة الجديدة، وكل الكلام ده كله هنقوله. كمان هنتكلم عن أسعار السيارات وإيه أنواعها والفئات بتاعتها بإذن الله. هضطر أبص شوية من الورق بإذن الله النهاردة عشان في أرقام كتيرة ما تلخبطش فيها. طبعا أول حاجة هنتكلم عليها السيارات ديت 7 أنواع. الدول اللي هتقدم الموضوع ده أو المشتركة في الموضوع ده هي روسيا والصين واليابان. معظم السيارات ديت في المرحلة الأولى هتبقى تصنيع محلي، يعني هي ماركات عالمية ولكن مصنعة هنا بأيدي مصرية. تمام؟ إيه الشروط؟ إزاي أنا أقدم في المبادرة ديت والشروط بتاعتي عشان أشارك في المبادرة بتاعت إحلال وتجديد السيارات؟ أول حاجة إن أنا أكون مصري الجنسية، يعني طبعا مصر هنا بتحتوي الجميع، فيها من كل بلاد العالم، ولكن عشان أقدم في إحلال وتجديد السيارات القديمة لازم أكون مصري الجنسية. تاني حاجة سني ما يقلش عن 21 سنة، كان في كلام إن هو أزيد من 55 سنة ملوش في السيارات ده، وحاليا بيتناقشوا في الموضوع ده. ليه؟ عشان خاطر هيكون طلع على المعاش، ف يعني مفيش إمكانية ليه. فطبعا وزارة التجارة والصناعة قالت هتناقش الموضوع ده مع الحكومة وهيشوفوه. بعد كده انه يكون مر على سمعة السيارة بتاعتك 20 سنة او اكتر. كمان ان تكون رخصة السيارة باسم المقدم. خامس حاجة ان السيارة تبع المحافظات السبع اللي احنا قلناها: القاهرة، الجيزة، اسكندرية، القليوبية، بورسعيد، البحر الاحمر، السويس. كمان ان السيارة تكون باسمك من سنتين، يعني ما ينفعش ان انت تكون لسه ناقل الملكية دلوقتي وتروح تعمل احلال السيارة، لا، لازم تكون من سنتين من وقت التقديم للموضوع ده. طب الفئات بقى اللي هي محرومة من المبادرة، اللي هي ما تقدرش تقدم على الموقع الالكتروني. الفئات المحرومة ديت اللي هم اصحاب المعاشات اللي زي ما قلت من شوية اللي عمره يتجاوز 55 سنة. كمان الوزيرة قالت هتنظر في الموضوع ده عشان هو ما بيبقاش ليه دخل ثابت، خصوصا ان العربية دي هتبقى القسط بتاعها من 7 سنوات ل10 سنوات. طيب دلوقتي طريقة سداد الكارد بتاع السيارة ايه؟ في اقساط متساوية من 7 سنين ل10 سنين. هناخد اول حاجة اللي هي الفئات بتاعت العشر سنين، هتدفع فايدة 3% على ال10 سنين من تمن السيارة الجديدة. طيب لو السيارة ملاكي المقدم بتاعها هيكون كام؟ هيكون 10% من حقها حد أقصى 22,000 جنيه للملاكي. طيب لو السيارة أجرة، لو السيارة أجرة تدفع 20% بحد أقصى 45,000 جنيه. طيب الميكروباصات، الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه. ده بخصوص اللي هو القسط لو على 10 سنين، ده المقدم بتاعي. طيب لو القسط على 7 سنوات بالنسبة للملاكي هيبقى من 2400 ل 5100 على 7 سنين. لو التاكس هيبقى من 2100 ل 2700. الملاكي هتدفع 1800 برضه، لا ده الملاكي معلش، لو احنا قلنا ايه، هنعيد تاني الموضوع ده. القسط للملاكي 2400 ل 5100، ده لل7 سنين. لو الملاكي 10 سنين القسط هيبقى من 1800 جنيه ل 4100. طيب التاكسي بالنسبه لل7 سنين هيبقى من 2100 ل 2700. التاكسي لل10 سنين من 1700 ل 2800. طيب ايه انواع السيارات واسعارها؟ اول سياره هتخش معانا في الموضوع ده اللي هي اللادا جرانتا. الاوتوماتيك منها عامل 157,500 ونص.
المانيوال عامل 145,800. طيب البي واي دي داخله كمان معانا الصيني، خصوصا ان هي لقت اقبال هايل من السوق المصريه وثبتت جدارتها في السوق، ومعظم المصريين دلوقتي بقوا يركبوا البي واي دي بانواعها. الفئه الاولى منها عامله 166,500، الفئه الثانيه 175,500 دي الاوتوماتيك، بالنسبه للمانيوال عامله 156,600. الهيونداي الانترا عامله من 213,000 ل 243,000 جنيه. الهيونداي اكسنت عامله من 189,500 ل 224,500. النيسان صاني عامله 169,500 ل 209، والنيسان سنترا عامله من 261,900 ل 279,000. الشيفروليه اوبترا الفئه الاولى 158,300، الفئه الثانيه 193,300. طيب بالنسبه للمبادره ديت، استقبلوا على الموقع بتاعهم 57,000، سجلوا اشتراكات في الموقع. اللي اشترك بالفعل 22,000 منهم وقدموا وهم بينظروا في الطلبات. في 9 شركات مقدمه عشان خاطر العربيات بتاعتها تاخد في الموضوع ده، ولكن هم بينظروا العربيات اسعار مناسبه، صناعه كويسه، ثبتت جدارتها في السوق المصريه. طيب بالنسبه لما تيجي هتشتري او هتقدم، هيثبتوا السعر بتاع العربيه لمده 6 شهور. كل 6 شهور بيختلف السعر اللي انا قلت عليه ده مقارنه بسعر الصرف بتاعه والعمله المحليه والعمله العالميه. يعني الحكومه هتثبت السعر لمده 6 شهور. في النهاية أحب يعني أقول أي حد عنده عربية قديمة وتنطبق عليه الشروط دي يخش يسجل. لو هتدفع فوري طبعا العربية هتبقى بسعر مختلف عن سعر القسط، هيشيلوا 3%. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.